اليوم سنتناول 6 صور نتناولها سريعا بإشارات نركز على بعض القضايا المهمة أو ما تميزت به تلك الصورة دون غيرها. الصورة الأولى هي صورة الحائط، والملاحظ أن 6 صور كلها مكية، كلها مكية، وقد تحدثنا مرارا عن ميزات الصور المكية والذي تراه دائما في هذه الصور، فلا يحتاج منا أن نكرر ما قلناه في بقية الصور المكية التي ذكرت آنفا. إذا الصورة الأولى هي صورة الحاقة، أخذت هذه التسمية. الحاقة من أسماء يوم القيامة، فكان السؤال ما معنى الحاقة؟ الحاقة تلاحظون أنها أتت في بداية الصور وهي اسم من أسماء يوم القيامة، وقد ذكر بعض أهل العلم تعريفين لها، أن الأمر الأول أن الحاقة هو الوقت الذي يتحقق فيه الجزاء، يتحقق فيه الجزاء يوم القيامة، وقيل هو الوقت الذي تعرف فيه الأمور على حقيقتها، تعرف فيها الأمور على حقيقتها، بمعنى أنت الآن تسمع كلاما من الله عز وجل يحدثك عن يوم القيامة، تسمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عبر أحاديثه عن يوم القيامة، نعم أنت مؤمن تؤمن، لكن كيف يتحول هذا الإيمان الذي وجد في قلبك إلى يقين حينما تراه رأيك؟ إذا تحقق، متى يتحقق هذا؟ يوم القيامة، وإذا سميت الحاقة بهذه التسمية. إذا المحور الأساس أو العنوان العام لهذه الصورة هو أن يوم القيامة حق لا شك. المحور الأساسي الذي دارت عليه هذه الصورة أو العنوان الرئيس أن يوم القيامة حق لا لبس فيه ولا هو. هذه الصورة أحبتي حينما تقرأ من أولها إلى آخرها ترى أن الله عز وجل تحدث عن عقوبة الكافرين وعن هلاكهم لكونهم لم يصدقوا بدعوات أنبيائهم، وتحدث الرب جل وعلا أيضا في هذه الصورة عن جزاء المؤمنين وعن جزاء الكافرين وما إلى ذلك، وهذا من دأب الصور المكية كما قلنا مرارا. إلا أننا سنشير إلى قضية وجدت في ثنايا هذه الصورة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الله عز وجل أشار في هذه الصورة إلى العرش. العرش هو أعظم مخلوقات الرب جل وعلا. وقد وجدت حديثا غريبا عجيبا صححه ابن القيم والذهبي، أحب حقيقة أن أحكيه لكم، وقد ورد موقوف عن بعض الصحابة، لكن وجدت هذا الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى صاحب كتاب العظمة أبو الشيخ الأصفهاني هذا الحديث، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة آخر سماء وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله مستوى على العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم كما يقول عليه الصلاة. إذا حينما ترى هذا السياق وهذا التفصيل تدرك عظمة العرش، وندرك بعد قبل ذلك عظمة ربنا سبحانه وتعالى، ولو لا يخفى عليه شيء. طبعا حتى نستوعب هذه العظمة، وقد أشرنا إلى هذا مرارا، حينما تقارن نفسك حينما تقف بجوار جبل أشم، أو حينما تقف على ساحل بحر عظيم أو محيط متلاطم، تدرك أنك لا تشكل قيمة حينما تقف أمام جبل لو أتت صخرة واحدة وسقطت على رأسك أهلكتك، فهذا الجبل الأشم لا يشكل شيئا في هذه الكرة الأرضية، فكيف بهذا السياق بين الأرض والسماء وبين وسمك السماء وما إلى ذلك؟ هذا يدل على عظمة الرب جل وعلا. إذا العرش قد ذكر في سورة الأحقاف وتحدث الرب سبحانه وتعالى عنه. السورة الثانية هي سورة المعارج. المعارج لها تسميتان، التسمية الأولى المعارج وهي التسمية المتداولة، وتسمية أخرى سأل سأل، سأل سأل، وسأل سأل هي بداية الصورة.
فتجد أن بعض أهل التفسير يسميها سورة سأل سائل. المعاني ما المقصود بها؟ تجد أن الله عز وجل أتى بكلمة ذي المعارج. المعارج أن الملائكة في السورة يصعدون في السماوات، يصعدون في السماوات. هذه الكلمة أخذت من صعود الملائكة عبر السماوات. بالسورة التي ذكرناها لكم هذه المسيرة الطويلة، الملائكة الله عز وجل يسخر لها سرعة معينة فلا تجد إشكالا أن تتنقل بين هذه السماوات. المعنى الآخر للمعارج أن المؤمن أو دعوة للمؤمن أن يرتقي في درجات الجنة، في درجات الجنان، هي دعوة للمؤمن أن يكون كذلك. المعارج لا ينصرف فقط إلى الملائكة الذين يصعدون في السماوات، بل هي إشارة لك أيها المؤمن أنت أن تصعد في الجنان في درجات الجنة. المحور الأساس أو العنوان الرئيس الذي تأخذه سورة المعارج حينما تقرأ في تفصيلاتها، ألا وهي حث المؤمن أن ينتقل في درجات الإيمان، أن ينتقل في درجات الإيمان، بمعنى أن هذه السورة تدعوك إلى الكمال البشري، وتدعوك حقيقة أن تلم بدينك وأن تنهض به وأن تأخذ به من جميع أطرافه. بمعنى حينما تقرأ السورة ماذا تجد فيها؟ تجد أنها تحدثت عن صفات المؤمنين في ثلاثة أمور. بعض الناس يركز على أمر دون أمر، أو تراه مبرزا في أمر دون أمر، لكن هنا تجد أن الله عز وجل تحدث عن صفات المؤمنين وهو الذي يحدثك عن المعارج أنك تصعد وترتقي. معنى هذا أنك لا تطفر بذات الكمال حتى تنتبه لهذه الثلاثة. تحدث الرب جل وعز عن العبادات وعن أعمال القلوب وعن الأخلاق، تحدث عن هذه الأمور. بعض الناس الآن حينما يأتيك يقول يا أخي المهم الأخلاق، أن يهمني منك الأخلاق. صحيح حديث الدين المعاملة، لكن لا بد أن تنظر إلى الأدلة الأخرى. فبعض الناس تراه يركز على جانب الأخلاق ولا يهتم بالعبادات، بعضهم يهتم بالعبادات ولا يهتم بالأخلاق، تجده من أحرص الناس على عبادته، لكن تجده أنه صاحب غيبة ونميمة وحسد وحقد وما إلى ذلك. إذن هذه مشكلة، أعمال القلوب عنده مشكلة. قد تراه مصليا قانتا باكيا، لكن حينما تنظر إلى قلبه أعمال القلوب لا تجد في قلبه إلا حق إلا حسد، وهذه مشكلة. خذ في المقابل قد تجده قانتا عابدا مصليا، لكن تراه لا يتمثل بالأخلاق. انظر إلى تعامله مع الناس، تعامله مع زوجه، مع أولاده، مع أقاربه، مع جيرانه، تراه إنسانا سيئا. إذا تلاحظ الرب جل وعز قال لك اسمع أيها المسلم، عندك ثلاثة أمور: تريد أن ترتقي في المعارج تهتم بالعبادات وتهتم بأعمال القلوب وتهتم بالأخلاق. السورة التي تليها أحبتي سورة نوح. نوح هو أول الرسل، طبعا أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل هو نوح عليه السلام. ونوح أحبتي مر بنا قبل قليل في سورة هود، تلك السورة المؤلمة المأساوية في تعامله مع ابنه. تكمن المأساة أين؟ حينما تنظر إلى الجهد الذي بذله نوح عليه السلام. لاحظ هنا نوح عليه السلام أخذت السورة اسمه، لأن كل السورة تتناول قصة نوح. جرت العادة من خلال تتبعنا للآيات في الغالب تجد أن الأنبياء يتزاحمون في السورة، الله عز وجل يذكرهم، يذكر قصصا متتالية إما بعبد مختصر أو مطول على حسب طول السورة، لكن سورة نوح لا، اقتصرت على نوح عليه السلام. تتألم بنوح، لماذا؟ حينما تقرأ سورة نوح ترى أنه أخذ يدعو قومه ألف سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ليس سنة أو سنتين أو 10 سنوات أو 100 سنة أو 200 سنة، 950 سنة. ثم تجد في الآية أنه حكى لك كيف دعا قومه. طبعا العنوان أو المحور الأساسي الممكن أن نقول سورة نوح تنطق بها ألا وهو التفاني في الدعوة، الجهد في الدعوة. المسألة الدعوة ليست مزاجية. لاحظ نوح ماذا فعل في سورته؟ دعا قومه، أولا دعاهم للتوحيد، ركز على هذا، ثم دعاهم واستخدم أسلوب الترغيب والترهيب،
أنت أحيانا بعض الناس تستقيم مع أسلوب الترغيب، خصوصا تتعامل مع ابنك، ما نفع تأخذ الترغيب، أو حتى مع الناس، حتى اللغة التي تستخدمها أحيانا تستخدم لغة الوعد وأحيانا الوعيد، أحيانا تحدثهم عن الجنة وأحيانا تحدثهم عن النار، هذا هو التأب القرآن بين ترغيب وترهيب. أيضا تجد أنه دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا. وانظر إلى هذا التنوع، دعاهم دعوة فردية ودعوة جماعية، إذا استخدم كل الوسائل في سبيل دعوة قومه. ثم كانت المفاجأة كما قرأنا في سورة هود: ومن آمن معه إلا قليل. رغم 950 سنة أساليب متنوعة، مع ذلك ما آمن معه إلا قليل. إذا نوح عليه السلام هو صورة حقيقة للشخصية التي تبادت في الدعوة، فحينما تجد في نفسك تكاسلا ترددا في دعوة الناس إلى الخير، وخاصة أنك حينما تدعوهم كل هذا ينصب في ميزان حسناتك، تذكر ما الذي فعله نوح عليه السلام وما الجهد الذي بذله، بل انظر إلى النتيجة، فأنت مطالب بأخذ الأسباب بهداية الإرشاد وتبقى هداية التوفيق بأمر الله سبحانه وتعالى. السورة الرابعة أخوتي سورة الجن. سورة الجن تعرضنا لها لما تحدثنا عن سورة الأحقاف. سورة الجن أيضا مكية، وأخذت هذه التسمية الجن لأن أغلب أخبار الجن وجدت في هذه السورة بصورة مكثفة، وهي تفوق ما قلناه في سورة الأحقاف. إذا حديث الجن وأخبار الجن قد وجدت في سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذه البداية أحبتي ماذا نستفيد منها؟ طبعا المحور الأساس أو العنوان الرئيس الذي نأخذه من هذه السورة أن الإنس والجن مكلفون ومطالبون بالشريعة، وكلهم قد دعوا إلى الإسلام. ولذا حينما نقول أحبتي أن دعوة الإسلام عالمية ينقدح في ذهنك أنها عالمية، أي تتجاوز الحدود، ليست خاصة في جزيرة العرب، لا، هذا مفهوم قاصر. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عالمية تستقطب الناس كلهم، وعالميتها أيضا أنها تدعو الجن أيضا. إذا لاحظ البداية، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، تأخذ منها أن الجن مدعوون لأن يسلموا، هذا جانب. جانب آخر وهو جانب مهم اهتز منه كفار قريش، كانت الرسالة بوضوح لكفار قريش، فالآية تقول له اسمع، عرفوا أن الجن متمردون، ومع ذلك لما سمعوا القرآن سمعنا قرآنا عجبا يهدي، آمنوا وأسلموا. فالجن تلك النوعية المتمردة آمنت، فلماذا لم تؤمنوا يا كفار قريش؟ فهي في الحقيقة رسالة توبيخية لهم، الجن وهم الجن آمنوا وأسلموا. أيضا أحبتي من الأشياء التي نستفيدها أن في الجن دعاة، أن من الجن دعاة ينطلقون إلى قومهم ويقومون بدعوتهم. أيضا الجن أحبتي من الأشياء التي نستفيدها أنهم يحضرون مجالسنا، يستمعون لحديثنا، وقد ترى الجن يحضرون مع تقريب في مسجد، يحضرون يستمعون لك حينما تقرأ فلا تقرأ، هم يريدون أن يستفيدوا وأن يطلعوا، ولذا كانوا يحضرون المجالس. فحينما تقرأ في حياة السلف تجد أنهم يحدثونك عن جن كانوا يتزاحمون في دروس علمية، وكان عددهم يفوق عدد الإنس الذين كانوا حاضرين، لكن أنت لا تراهم ولا تشاهدهم. إذا عالم الجن كما أشرنا سابقا تذكرون نقول هو كعالم الإنس في المذاهب، في الجماعات، في الأفكار، في الأديان، وهذا أشرنا لها حينما تحدثنا هل الجن في سورة الجن كان النصارى أم يهود، وفي سورة الأحقاف ماذا كان؟ وقلنا أن الجن في سورة الجن كانوا نصارى، والجن في سورة الأحقاف كانوا يهودا. أيضا أحبتي من الأشياء المهمة، وهذه قد يهتم بها كثيرا من يقرأ على الناس، أحيانا بعض الجن حينما تقرأ على بعض وكان منصوصا يتحدث معك الجن ويحدثك أنه رجل مسلم، وأحيانا قد يسلم على يديك، ثم يقدم لك عرضا أن يقوم بمساعدتك. وهذا تجد بعض الجن يقول ممكن أساعدك، أنا مؤمن، ألسنا مكلفين بالشريعة؟ نعم. ألسنا ندخل الجنة كما تدخلونها؟ نعم. إذا ما الذي يمنعني أن أساعدك أنت أيها المسلم؟ أطلب مني أي شيء، ما شئت. ولذا أذكر أحد الإخوة كان يعمل في الهيئات، ف
فقرع على بعض، كان رجلا صالحا، فقال احدهم، قال اسمع ايها الشيخ وقد اسلم على يدي، قال ايها الشيخ انا عندي الاستعداد الكامل ان اساعدكم في المداهمات، اذا دهمتم اوكار عصابات تتاجر المخدرات دوري ان اخبرك اين مكان المخدرات. انتم حين تدخلون البيت لا تعرفون اين خبئت هذه المخدرات، هل خبئت تحت الارض، هل خبئت اعزكم الله في دوره المياه، انا اساعدك ان اخبرك اين مكانها. فذهب هذا الاخ كما حدثني، يقول ذهبت الى الشيخ ابن باز رحمه الله فاستشرته، ما رايك هذا جني مسلم مؤمن يريد ان يساعدنا في المداهمه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام عفوا، فقال ابن باز رحمه الله لا تستعين، لا تستعين، مع انه في ظاهر الامر ممكن الشيخ حسن التيميه يعني يجيز هذا الامر طالما انه مؤمن، لكن اين المشكله؟ المشكله ان الجن قد يتسلطون عليه، قد يستجيب لك الان لكن بعد ذلك قد تترتب على امور لا تحمل عقبه. اذا الجن عالم، الجن عالم غريب، ولذا من اراد ان يتوسع قراءة عن جداع الكتب الموجودة التجارية هذه التي تنتشر في كل مكان، والناس بطبعهم يعشقون الإثارة، يبحثون عن العالم الغيبي والجن، فحينما يجد عنوانا جذابا ورسمة مخيفة مرعبة قام واشترى هذا الكتاب وأخذ يقرأه. ولا هذا الكلام حقيقة حينما تقرأ لبعض تجد نوعا من الحلوسات وبعض من الإثارة، الغضب والغاية أن يستنزف جيدا. لكن من أفضل من كتب من علماء السلف شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 19، مجلد 19، هذا المجلد أحبتي ذكر أحوال الجن وحكى عن قصص جرتها، وتحدث هل يمكن أن يتزوج الإنس بالجنية أو العكس، وهل ممكن أن ينجب أطفال أم لا، ثم حكى بعض القصص العجيبة الغريبة التي جرت له وجرت لبعض علماء السلف. السورة التي بعدها نختم بسورتين، السورة التي بعدها سورة المزمل. المزمل كان خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام، سورة مكية، يا أيها المزمل. عنوان هذه السورة الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة. من هو المزمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. المزمل هو الذي تراه الملتف بثوبه أو بغطائه، الذي لف جسده بثوبه. فالله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قم يا أيها المزمل، ثم بدأ الرب جل وعز يوجه توجيهات للنبي عليه الصلاة والسلام، قم ليس الوقت النوم الآن، يا أيها المزمل بما دعا؟ دعا إلى قيام الليل، وكان قيام الليل آنذاك أحبتي كان فرضا واجبا على جميع المسلمين، واستمر فرض قيام الليل لمدة سنة، ويبدو والله أعلم أنه كان تربية للصحابة، الذي ينجح في مدرسة قيام الليل ينجح في غيره، فالصحابة تربوا لمدة سنة على قيام الليل، بعد ذلك خفف عنه، لكنه بقي في حق النبي عليه الصلاة والسلام واجبا، بينما في حق الأمة أصبح سنة. إذا أمروا أولا بقيام الليل، وأمره من ضمن ما أمر بأن يذكر الله عز وجل كثيرا، وأمره أيضا بالصبر، وأمره بأوامر كثيرة تجدها في هذا السياق، ومن ضمنها أن يرتل القرآن ترتيلا. وتلاحظ أن هذه الأمور ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هي خاصة أيضا بنا ووصية لنا. إذا اقرأ بداية سورة المزمل ستجد توجيهات متتالية عليك أن تحرص عليها، قيام الليل، أن ترتل القرآن، الصبر، وما إلى ذلك. هذه المعاني الجميلة الرائعة تجدها في بداية سورة المزمل. أيضا تجد من ضمن اللفتات في سورة المزمل واهجرهم هجرا جميلا، هجرا جميلا. هل الهجر جميل؟ نعم. هناك ثلاث عبارات شهيرة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، هناك الهجر الجميل، وهناك الصبح الجميل، وهناك الصبر الجميل. أما الهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذية فيه، حينما تهجر إنسانا لا تؤذيه، أنت تريد أن تربيه لكن لا تؤذيه، قد تهجر زوجتك، أبنائك، صاحبك، لكن لا تؤذيه، هذا يسمى الهجر الجميل. السطح الجميل هو السطح الذي لا عتاب فيه، لا عتاب فيه، يعني يأتي أحدهم معتذرا لك فتصفح عنه، لكن لا تفتح له سيرته
أنت فعلت صحيح، أنا عفوت عنك، لكن فعلت فيني كذا وكذا، ولماذا فعلت ولماذا فعلت؟ يعني ما استفدنا من هذا الصبر. فالصبر الجميل أن تصفح عنه دون أن تعاتبه. أما الصبر الجميل هو صبر لا شكوى معه. بعض الناس يقول أنا سأصبر، لكن لماذا أنا أعاني؟ لماذا أنا أعاني؟ سأصبر، لماذا؟ ما في شيء اسمه لماذا؟ تريد صبرا جميلا تصبر بلا شكوى. وهذه إشارات نأخذها من سورة المدثر. أخيرا أحبتي سورة المدثر. المدثر أيضا مكي. المدثر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة لها قصة. إذا لاحظ سورة المزمل، بعض الناس يخلط بين المزمل والمدثر. المزمل هي دعوة للاجتهاد في العبادة، والمدثر هي دعوة للاجتهاد في الدعوة إلى الله. والمدثر لها قصة. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي لما رأى جبريل في الغار وقال له اقرأ، ذهب إلى خديجة ترتعد فرائصه، وهذا أمر مستغرب. يعني رسول الله قبل أن يعلم بأنه نبي رأى رجلا، ما رأى إنسانا غريبا عجيبا، وكل الذي جرى كلام عادي جدا في واقعنا في تصوراتنا. حينما قالوا اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ، نراه كلاما عادي. ومع ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام خائفا ترتعد فرائصه، يدخل على زوجه خديجة حتى قال العبارة الشهيرة: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال شاكا، لا يدري من القصة، ما يدري من هذا الرجل، لا يعلم بأنه نبي. وسبحان الله انقطع الوحي. وهذا سبحان الله من أساليب النفسية، أنك إذا رأيت إنسانا بالوهلة الأولى قد يعني يعتريك أحيانا شيء من الخوف، عدم الوضوح وما إلى ذلك، لكن أن يتحول إلى شوق، إلى حب، هذا يهيئ الإنسان أن يتلقى من هذا الشخص الذي رآه لأول مرة حينما يلتقي به للمرة الثانية. ولذا انقطع جبريل، انقطع عنه، فشعر النبي عليه الصلاة والسلام بشوق عال يجتاحه، يريد أن يراه مرة أخرى ليتعرف عليه، ليعرف ما القصة، ما القضية. ولذا بل وصل بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ يمضي إلى الجبال، يصعد الجبال ويمضي إلى الأودية لعله يلقاه، لعله يأتيه مرة أخرى يقول له اقرأ وما أتى. الشاهد بعد فترة سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلصلة صوت جرس، رفع رأسه فإذا به يرى جبريل على صورته الحقيقية المرعبة ب 700 جناح، صورة مخيفة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وركع خائفا، حتى أنه كان يصفر في بعض الروايات ويكره. فدخل على زوجي خديجة: دثروني، غطوني ورشوا علي الماء، لأنه رأى صورة مرعبة مخيفة. فجاء الخطاب: يا أيها المدثر قم فأنذر، انزع عنك الغطاء، قم الآن وانطلق الدعوة. ولذا أحبتي في نفس السياق ورد في رواية لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينهض ويعمل، خديجة أشفقت عليه: يا رسول الله يعني هدي من أمورك. قال، واسمع لهذه العبارة، قال: لقد ولى عهد النوم يا خديجة، انتهى النوم، أنا وقد أصبحت نبيا ورسولا، انتهى عهد النوم. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك داعية عبر هذه العبارة: يا أيها المؤمنين. إذن تجد أن هذه السورة عنوانها الرئيس الاجتهاد في الدعوة، ولاحظنا الاجتهاد في الدعوة قد وجد في هذه السورة، والسورة التي قبل هذه نوح التفاني في الدعوة، فقدمت لنا نماذج رائعة شخصية. أول الرسل نوح، ثم أرقي لنا سورة نبينا عليه الصلاة والسلام في اجتهاد العبادة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.